اذا هلا هون عندنا احنا طلعنا كيف نركب سترين جيج على رود. خلينا ناخذ نفس الفكره هاي ونطلع بس ناخذ فكره عن المعادلات وايش الترتيب. عندي في عندي 5 ديفرنت ارينجمنت. هلا ممكن يا اما بقيس الديسبيسمنت يا اما بقيس السترين. الديسبيسمنت بقيسها بال في دي تي مثلا ممكن اقيسها، بس السترين راح اقيسها بالسترين جيج. فعندي هون مثلا لو عندي رود، الرود لها كروس سكشنال اريا ولها طول، وعرضتها لفورس من هون اف. هلا هون عندي راح يصير في ديسبيسمنت، والديسبيسمنت هاي راح تكون اف في ال على اي في اي، واي اللي هي الكروس سكشنال اريا هون، ال اللي هي طول هاي الرود، واي اللي هي اليونغز مودولس اوف الاستيستي لهي الماده. نفس الشيء بدنا ننتبه انه ما يزيد ستريس عندي هون. لما بصمم هذا السيستم بدي اخذ بالاعتبار اختار الاريا المناسبه والماده المناسبه بحيث انه ما يزيد ستريس. وستريس هون قديش راح يكون؟ اف على اي، اف على اي، اف على اي ما لازم يزيد عن اليلد للماده هاي، والا راح يصير فيها بيرمنت ديفورميشن. قبل ما يصير لها بيرمنت دامج راح يصير فيها بيرمنت ديفورميشن، خسرت الماده خلص بطلت تشتغل. وعندي ستريس طبعا بتساوي اف على اي. اذا هاي احد الاشياء. هلا هون النقطه المهمه انه انت بامكانك تقيس ستريس على سطح الجسم او بامكانك تقيس الديفورميشن اللي بصير الديسبيسمنت. مش راح يصير في ديسبيسمنت، راح تتمدد هاي. هي مش سبرينج بس فكرتها زي السبرينج. الان راح يصير في تغير، التغير دي هذا اللي راح يصير هون هو اللي راح يعطيني راح يقول لي قديش او راح يرمز لي قديش الفورس اللي موجوده هون. اذا هي بوسيبيليتي. في عندي بوسيبيليتي ثانيه، شيء زي الجسر بنسميه سمبلي سبورتد بيم. سمبلي سبورتد يعني انا ما منعته من هون، ما منعته انه يتحرك. يعني كانه هون في عندي زي بيرنج او شيء، انا من هون ما بمنع، يعني ما بمسك كاني هون بس عملت سبورتنج للمسطره هاي هيك، بس حطيت نقطه بس يرتكز عليها، بس ما مسكتها زي هيك. فاهمين الفرق؟ احنا بنحط دوائر تحت دوائر بالضبط. اذا حطينا الدوائر هذول معناها هاي سمبلي سبورتد بيم، وفي عندي فورس بنص البيم بالضبط تماما. وهلا هون راح يصير في عندي، وعندي طبعا هون بتوين سبورتس، الديستانس بتوين سبورتس ال، وبامكاني نفس الشيء الان احط سترين جيجز. هون راح يصير في عندي مثلا بالحاله هاي راح يصير في عندي هون تنشن هون وكمبريشن هون، وبامكاني احط 2 ار بلس 4 او 2 ار بلس تحت و 2 ار ماينس 4 مثلا. ديفليكشن هون حسب ما في حاجه تحفظوه، بس انا هون عم بحطه كمثال اف، وهاي كانها هون ال كيوب على 48 اي في ال. ما راح احط بقيه القوانين. وستريس كمان معطيني اياه، ليش معطيني بلس ماينس ستريس؟ لانه احتمال الفورس يكون لانه ممكن يكون هون ممكن يكون هون، ممكن يكون تنشن ممكن يكون كومبريشن. وعندي هذه هون اف ال تي كانها تي ثيكنس، انا مش راسمها هون. دكتور الديفورميشن ال تكعيب على ال؟ خلينا نتاكد. لا عفوا هذه اي هون بدها تكون سكند مومنت اوف اريا. الكل بيميز بين السكند اريا السكند مومنت اوف اريا والسكند مومنت اوف ماس، متذكرينها؟ السكند مومنت اوف اريا اذا عندي اكسس، ومثلا لو عندي السكند مومنت اوف اريا حوالين هذا الاكسس، كاني عمال باخذ اريز صغيره بضربها في مربع المسافه، اريا صغيره بضربها في مربع المسافه، هاي السكند مومنت اوف اريا، من اسمها سكند مومنت اوف اريا، يعني باخذ اريا بضربها في مربع المسافه، وحدتها شو راح تكون السكند مومنت اوف اريا؟ متر تو ذا فور او سنتيمتر تو ذا فور او مليمتر تو ذا فور، لكن السكند مومنت اوف ماس عمالي باخذ انا ماس وبضربها في مربع المسافه عن اكسس، مش هيك؟ فوحدتها شو راح تكون؟ كيلوغرام متر سكوير. متر سكوير متر سكوير. اوكي، اذا هاي السكند مومنت اوف اريا السكند مومنت اوف ماس، هذه هون السكند مومنت اوف اريا حوالين الاكسس اللي بده يصير فيه حوالين ديفليكشن. عندي هون اف ال تي على 8 اي. تاكد اني معكست هون مضبوط. اوكي، وهيك هلا في عندي هون ديفرنت ارينجمنتس، مش راح احط المعادلات للبقيه بس راح احط الفكره تبعتهم. المعادلات موجوده. نفس الشيء هلا هون انا ممكن احط ال في دي تي هون. متذكرين ال في دي تي؟ ايش بقيس ال في دي تي؟ ديسبيسمنت. والمبدا تبعه انه بيعمل كابلنج مختلف ما بين البرايمري والسكندري، الاول البرايمري والسكندري الثاني. فبحط ال في دي تي هون، وطبعا بدي هون ستروك بده يكون يعني صغير جدا لانه الديسبيسمنت راح يصير عندي هون صغير، عمال بنحكي بالمايكروميترز ممكن. او بروح بحط نفس زي ما عملنا قبل شوي، بحط هون سترين جيج. طبعا هذا السترين هذا اظن انه عند النقطه هاي، يعني هون حسب المعادله بدك ترجع المعادله هاي تعريفها وين، والديفليكشن كمان عند النقطه هاي في منتصف المسافه.
الحالة الثالثة ممكن آخذ كانتليفر. هلا الكانتليفر سبورتد، لأنه لو هذا مش سبورت، لو حطيت هون دائرة وحطيت فورس إيش راح يصير فيه؟ راح يلف. فهذا سبورتد مثبت مضبوط، يعني ماسك بالهاي، وهاي هون عندي حيط أو إشي، وهون راح أحط أنا فورس، وهلا راح يصير في عندي، وعندي طبعا هون ثيكنس لهذا مقدارها تي، وفي عندي هون ال اللي هي الديستانس. وهلا أظن المعادلات اللي موجودة هون بتقيس ستريس عند النقطة هاي اللي هي الماكسيمم. هلا نفس الشيء بنلزق احنا هون السترين جيجز، بنلزقهم هون او بنلزقهم هون وبنشوف، او بتقيس طبعا اذا بدك بتقيس ديسبيسمنت، وفي معادله للديسبيسمنت هون، في معادله للستريس اللي راح يصير عندي هون، وهي بقدر اعملها 4 ار بريدج، وهي بقدر اعمل منها 4 ار بريدج. بس بدي اتذكر انه العامل مختلف هون، سيجما هون مختلفه عن سيجما هون، اذا هاي سميناها كانتيليفر، وهاي سمبلي سبورتد بي. هلا ميزه ال LVDT، شو ميزه ال LVDT اللي استعمله هون؟ اللي استعمل سترين جيجز. ميزه ال LVDT اني ما بدخل هون وبنظف الماده وبلزقها وبشبك هذا، ماتش مور روبست سوليوشن. بس مشكله ال LVDT ممكن تكون انه بدي يصير بدي اعمل له عيار اذا تحرك مثلا، او تحركت القاعده تبعته وما كان مثبت بشكل صحيح، يعني عايره مزبوط بحيث انه ال LVDT يكون ماسك تماما مع هاي، بدها شغل وبدها تصميم براكت خاص وبنصممها بشكل مناسب. عندي الحالة الثالثة اللي هي ديسك، وهاي ممكن نستخدمها في البريشر ميجرمنت. هذا ديسك، يعني أنا راسمه لو طلعت عليه من هون راح أشوف الشكل التالي. ففي عندي مثلا هون فيسل أو ومركب هون ديسك، الديسك هذا عماله بتعرض لضغط، والضغط هذا موزع، البريشر هذا ديستريبيوتد بريشر، مش لأنه غاز، ممكن يكون عندي غاز هون، فعمال بدي أقيس البريشر اللي موجود هون، البريشر ديستريبيوتد على كل الديسك، يونيفورم ديستريبيوتد على كل الديسك. نفس الشيء في عندي معادله، واظن هالمعادله ستريس هون راح يكون عند النقطه هاي. فبدي اركب مثلا، بدي اجي اركب سترين جيج. هلا في سترين جيجز بتكون 90 درجه من بعض بهذا الشكل من هون، وبعدين عندي وهدول الاثنين راح يزيدوا بنفس النسبه. واخر شيء اللي هو هذا انترستنج، لانه هذا اللي راح نشوف الفيديو عليه المره الجايه، اللي هو التورشن، شافت ان تورشن. انا هذا الشافت، وهذا الشافت وين بنشوفه؟ بنشوفه اذا عندي محرك والمحرك مركب عليه شافت، والشافت عماله بحاول يلف لود. فعندي افرضوا هون عندي بكره او شيف لجماعه الام اس دي مثلا اللي بيحكوا بياخذوا ام اس دي الان، وعندي محرك عم بحرك، فالمحرك بحاول يحرك هيك، اللود ايش عماله بحاول يعمل؟ بحاول يخليها مكانها، فهذا الشافت المسكين ايش عم بيصير فيه؟ عم بيصير فيه عليه تورك بهذا الاتجاه من هون، وتورك معاكس من هذا الاتجاه، مزبوط؟ اذا كانه قوي كفايه شو راح يصير؟ يقدر المحرك يعمل؟ ينقل التورك من هون ويحركه ويحرك اللود، اذا كانه ضعيف ايش راح يصير فيه؟ راح ينكسر من هون، راح ينكسر بالطريقه اللي يمكن شفتوها بالستريس، الستريس الاتجاه الماكسيمم للستريس راح يكون على 45 درجه. فأنا لما باجي الآن بدي أقيس اللي راح تشوفوه في الفيديو المرة الجاية زي ما حكيت لكم، راح تيجي تلاقي هون إنه الستريس إبسلون تي باتجاه وإبسلون ال في اتجاه، أو الماكسيمم والمينيمم راح يكونوا باتجاهين متعاكسين. وبتشوفوها هاي إذا عمركم عملتوها بتجيب الطبشورة، ما عنديش طبشورة هون، إذا بتكسر الطبشورة بتحط عليها فورس عالي تورك عالي باتجاه وتورك عالي باتجاه، ما بتكسر هيك، كيف كسرها بيكون؟ تكون على هذا الشكل، يعني اذا جبت طبشوره من هون حاولت اكسرها بتلاقي انها بتنكسر بهذا الاتجاه، تكسر بي. اذا هون راح احط سترين جيج بهذا الاتجاه راح يعطيني الماكسيمم، وهذا راح يكون الار بلس مثلا او الار ماينس، وواحد ثاني عمودي عليه راح يكون الار بلس، واحد ار بلس وواحد ار ماينس. هذا شافت ان تورجن، وراح نطلع على المثال هذا، وفي حتى سؤال اظن في واحد من الامتحانات